بات أطفال الصف الخامس بمدرسة فلسطينية يشاهدون مشهدا مؤلما يتكرر يوميا داخل فصلهم المدمر وساحات مدرستهم المنهكة، وتعكس أعينهم البراءة المفقودة والقلوب المثقلة بأعباء الحرب. وينضم إلى حديثهم معلمهم ملقيا الضوء على التحديات التي تواجه المدارس في توفير بيئة تعليمية مناسبة. كنا ندرس فينا دول المدارس، وكنا نلعب في الساحة، نزلونا اللعب الكور، كنا نطلع فرصة نطلع على الصفوف اللفلف، يجي علينا المدير لفلف على الصفوف يوزع علينا الكتب. أنا من الأوائل، كنت 98 أجيب 100. كو صفنا شوف كيف اتدمر، يا الله كيف انحرق، شوف الدمار كيف، شوف غرفة المدير اللي كان يجيب لنا هالكتب وهالحلوات، كان يوزع علينا كل حاجة، كان يوزع علينا ألعاب. هناك تدمير على مستوى المقاعد الدراسية، تدمير على مستوى المرافق الدراسية، كذلك تدمير على مستوى الحياة التعليمية، هناك تدمير الجامعات، وهناك تقريبا دمرت جميع جامعات قطاع غزة ومدارس قطاع غزة تقريبا، وكذلك رياض الأطفال، هناك تدمير شامل كلي لقطاع غزة والقطاع التعليمي في قطاع غزة.